s'appelle الحدث ديال اليوم تي ان ريف كي اي تي رياليزي في لو نوفو سنتر كوميرسيال ديال اسواق السلام اللي كاين هنا في حي الفتح. الله يجعلها فاتحه خير على جميع المغاربه وعلى هذه الشركه هذه وعلى هذه العائله هذه وبهذه المناسبه ديال هذا الشهر هذا. الله يفتحها على المغاربه كاملين. دونك هذا الحلم هذا تحقق اليوم الحمد لله. البري وراها كطيب غادي نخرجوها غتكون اكبر بريوه في العالم, دخلت الجينيس ريكورد العالمي موثقه الحمد لله. وهذا الميساج اللي بغينا ندوزو عبر هذا لو ديفي جينيس هو البريوه عطيناها اسم سميناها من طنجه للقويره, يعني جميع لي برودوي ماروكان كانوا هاد البريوه كانت مصوبه بسته ديال المذاقات وكلهم مذاقات مغربيه 100% بمنتوجات مغربيه. منها شجعنا بهم التعاونيات المراه المغربيه اللي كاينه في الجبال وكاينه في القرى. خدينا دي برودوي سبيسيال, خدينا دي برودوي ديال الجنوب ديال الشمال ديال الشرق ديال الغرب, خدينا بزاف ديال لي برودوي. ها نتوما كتشوفوا ساعه وجوج دقائق خدات من عندنا و48 ثانيه, مازال لنا واحد 10 ديال الدقائق ولا 9 ديال الدقائق في الفران ان شاء الله. وشوف هاد البريوه فيها 25 كيلو ديال الطول, 25 متر ديال الطول. غادي تكون تعدات واحد 3000 ورقه ديال البسطيله كبيره, لقاش درناهم تريبلين. وهذا لقاش السمك ديال البريوه لا يسمح انك دير ليه غير ورقه واحده. دونك سيتي اون فيش تكنيك اتيدي اكسيتيرا, اسابيع كثيره ديال الشغل والحمد لله اليوم تحقق كل شيء واللهم لك الحمد. انا بغيت الحلم ديالي نطيب لصاحب الجلاله نصر الله. يعني اي واحد مغربي غطرح عليه هذا السؤال غادي يجاوبك هذا الجواب, يعني لا داعي للتعقيب ولا داعي لاي حاجه. اي مغربي غادي يقول لك هذا حلم من الاحلام. اي واحد قلت ليه شنو الشخصيه اللي تحب انك تلقى بها, شنو غنقول لكم؟ نقول لكم شي شخصيه عالميه اخرى. كاين شي شخصيه احسن من سيدنا الله ينصرو, دايرها لينا الهيبه ومحافظ علينا ودير لينا الامن والامان. الله ينصرو والله يعطيه صحيحته, وكنتمنى ليه رمضان كريم ولكل العائله الملكيه الولي عهد مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي مولاي رشيد والعائله الملكيه كلها اجمعين والمغاربه هما. كنقول لهم هذا الشهر شهر الغفران, مسامحه, سامحوا بعضياتكم, صلة الرحيم كما كيقولوا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وعواشر مبروكه ورمضان كريم. شكرا بزاف. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيه بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.